كبرنا ونحن نمر على هالمبنى. الصراحة غرفة التجارة مش جديدة حقي، لأن أنا يدي كان يتكلم فيها وايد، ونحن كنا في الميرس نقعد وياه، كنا نتمشى أيام الطفولة مع الوالد في الكورنيش. غرفة أبوظبي هي صوت للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، ومثل غرفة أبوظبي نحن نطمح أن نحن نكون صوت للشباب، فنحن هنحاول نخلق بيئة من الشباب إلى الشباب. يتكون المجلس من رئيس ونائبين ومدير عام، وتختلف الأدوار بعد. من أول ما وصلتني الدعوة لهذا المجلس وشفت الأهداف وشفت الرؤية حاطينها غرفة التجارة للشباب، فقعدت أفكر شو اللي بنقدر نحن نسويه بالضبط وبيخدم أكبر فئة من الشباب. من خلال المجلس بيتبادل خبرات مع الآخرين، بيناقشون تحدياتهم. مقولة الشيخ محمد اللي هي البيت متوحد، فعلا الحمد لله البيت متوحد في المجلس وخارج المجلس الحمد لله. لكن بخصوص المجلس نفسه، نحن كنا نعرف بعض من قبل، مش معرفة تامة ودائمة، لكن الحمد لله من خلال المجلس قدرنا نوحد عمرنا مع بعض. نحن نحاول نبني علاقات بين الشباب وبين الجهات الخاصة، هذا هدفنا، أن نحن نمكن قادة أعمال المستقبل. القيادة الرشيدة تدعم الشباب ورهانهم اليوم على الشباب، فالحمد لله كل شيء متوفر. أفضل بنية تحتية عندنا وأكبر دعم لريادة الأعمال موجود عندنا. والله اللي حببني في القطاع الخاص هو الوالد، كنت أروح معاه وإحنا صغار على المكتب ولا الأفرع اللي موجودة كانت تحت الشركة. في النهاية تطوير علاقات وتطوير أنفسنا وتطوير الدولة بعد. كان شعوري يوم رشحوني جميل، لأن لكل مغامرة جديدة في شيء غموض وفي شيء يحمس حق الإنسان إنه يبي يدخل في المجلس، وهالمجلس حقي أنا بيعلمني أشياء جديدة، وهو يعطيني منظور جديد من شيء أنا ما قد دخلت قبل. إن شاء الله المجلس هذا بيكون له أثر كبير في تمكين الشباب في القطاع الخاص، والله يوفقنا ويقدرنا على أرد له جزء بسيط من فضل وطننا الغالي علينا. الأمم تبنى على كوادر الشباب، وسنة الحياة جيل يسلم الرأي الجيل. طرحي للموضوع هذا شو الفرق بين الجيل والجيل الناجح والجيل الغير ناجح؟ ثلاث عوامل رئيسية أريد أركز عليها. أول شيء التربية، وأريد أقول مرة ثانية التربية، وأريد أأكد مرة ثالثة التربية. النقطة الثانية التعليم، فيجب أن يكون ولدنا وبنتنا متعلم صح. النقطة الثالثة أوصيكم على العمل في أنكم أنتم تخرجون قادة ينفعون، بحيث أنك أنت لما ترمي في اتجاه معين تعرف أنه وين ما يصك بيحرث وبينتج.